بيضحكوا في مصر من نجوم الكوميدي؟ بصراحة أنا كلهم. لا أنا عاوز اتنين. لا اتنين أصلاً أحب الكوميديا. معلش أنا أنا أنا, أنا, أنا عاوز اتنين هم أكثر ناس كلهم بيضحكوني. أنا ممكن أقول إن في اتنين من نجوم الكوميديا بيضحكوني. أنت مين في رأيك الاتنين اللي بيضحكوك؟ طب قول يا أحمد أنت. مين الاتنين اللي ممكن لما تلقى لهم شرايط فيديو تنبسط؟ مين ومين؟ كلهم؟ لا مين ومين؟ برضو كلهم. مين ومين؟ الحقيقة أنا أحب سعيد صالح. واحد. أنت مصمم على اتنين؟ إذا سمحت. أو خليهم ثلاثة. خليهم ثلاثة. ماشي. وأحب عادل. عادل إمام. إمام. وأحب أنكل محمد عوض. محمد عوض. أستاذ أحمد. لا أنا ما أقدرش أقول إني يعني بحب واحد على واحد أو بحب بفضل حد على حد. أنا بتفرج على حاجة كويسة، يا كويس يا وحش. يعني طيب أفشل مسرحية لفؤاد المهندس إيه؟ لا هي يمكن ما فيش حاجة فاشلة على المستوى الفني. إنما يمكن على المستوى الجماهيري كانت مسرحية ليلي كانت أقل نجاحاً من المسرحية التانية. ليه؟ هو بقى لي. يمكن عشان كانت أول مرة بتبقى بتدخل بيمثل يعني مسرحية سياسية شوية. يمكن إن يمكن الناس ما قبلتوش في الحكاية دي، احتمال ممكن. من فضلك أقدر أخذ منك ملاحظاتك على نجوم الكوميدي في مصر، ولو تقول لي عن كل واحد سطر سطرين أو كلمة كلمتين كلمتين وبس يعني. ممكن ممكن أكلمك وأسألك عن عادل إمام؟ عادل إمام أولاً ده أنا بعتبره ابن البكر، يعني هو اللي أكبر من أحمد ابني شوية. حلو. وصديقي وصاحبي. سمير غانم. سمير غانم بموت فيه وأضحك معاه تماماً، لأنه عنده ذكاء خارق في الخروج عن الـ 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 المعتاد. جورج سيدهم. جورج سيدهم عايزه يراعي الايام دي او الايام اللي جايه دي، يراعي يعيد نظر شويه في النص اللي يقدمه، واخد بالك؟ ولو اني شايفه الايام دي اوزنج بيزحف نحو الـ 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 الجوده تمام. ماشي. امين للنادي. امين للنادي طبعا ده فنان ويمكن محدش كان زيه ابدا، بس ما اعرفش برضه هي النصوص اصلا يا استاذ مفيد هي اللي بتعمل ابس وداونز بالنسبه للفنان. طبعا عبد المنعم مدبولي. استاذي عبد المنعم مدبولي. محمد عوض. اخويا وصغر مني، انما اخويا وجوايا. سيد زيان. يا ربي يبطل غنى وينتبه للنص. محمد نجم. انا الحقيقه انا ما بشوفش استاذ نجم الا في مسرحيه واحده، وطبعا انا حاسس ان هو يعني انا مقصر في حقه شويه. محمد صبحي. هاي قلت لي انه ممثل كلاسيك. كلاسيك بيحب الكلاسيك. هو بيشتغل كوميدي صحيح. وجيد جدا يعني عظيم في الكوميديا. انما هو يمتاز عن الجميع بان عنده فيزيكال فيتنس. لياقه بدنيه. لياقه بدنيه عظيمه. يتني زي ما اعرفش ايه ويبص في ايه ويعمل ايه ورجليه تبقى فين وراسه فين وينط ازاي ويعمل ازاي، وده طبعا الحاجات دي بيبقى لها شارم في الكوميديا. نعم. مش عايزه كلام. استاذ عوض، كان الاستاذ فؤاد المهندس قال لي انه الفنان محمد صبحي ممثل تراجيدي. سألته ليه؟ قال أنه كلاسيك، نمطه، تكوينه، جسمه، كل دي مؤهلات ممثل تراجيدي. أنا عايز أعرف رأيك. هو هذا كلام صح؟ صبحي تراجيديان ممتاز، بس وأيضا كوميديان ممتاز. عظيم. وأيضا كوميديان ممتاز. سعيد صالح. سعيد صالح من شايفه ما اعرفش راح فين. ابو بكر عزت. له ادواره العظيمه وله ادواره الجيده قوي وله ريحه طيبه.
كان في حاجة أبدا. ليه؟ ماذا يعني عندك اسم فؤاد المهندس؟ فارس. آه. من فرسان المسرح. آه. والفرسان دايما من صفاتهم الأصالة والنبالة والنظام. من مميزات فؤاد المهندس انه مؤمن جدا ومن طبعه الضبط والربط والنظام والدقة، وده اشياء مطلوبة بالذات للعمل الفني والعمل المسرحي اكتر، لان من المعروف ان احد اصطلاحات الفن او التعبير عن الفن انه حتى هو الفوضى المنظمة. جميل. تلاقي فؤاد منظم جدا، بيهتم بالتفاصيل الدقيقة جدا في عمله، ايده في كل حاجة، عينه على كل حاجة، وبني ادم شيك. شيك دي معناها ايه يعني؟ شيك على الهدوم؟ لا. لا يعني شيك من جوه، في اسلوبه، في تعامله. آه. يعني في فهمه، في ادائه. آه. في ادائه كمان. آه. في شموخ. شموخ. آه. بمعنى ايه يا استاذ مكر؟ بمعنى انه ايه اقول لك. يعني باعتباري برضو بمارس هذه العمليه طبعا وقريب منه ايضا، لما يجي انا بعمل سينا. وجت حته مشهد، يعني مشهد. انا بعمل مشهد ماشي، وجت حته انا ممكن ترفع لي المشهد قوي لكن فيها ايه مساس او حاجه لا اخلاقيه او. نعم. في خارج شويه. نعم. هنا بقى الانسان المتماسك من جوه الملتزم يقول. نعم. لك بلاش منه، عندي 9 ضحكات جيدين افضل من 10، والعاشر ده يبوظ لي 9 لما يكون خارج. ده فؤاد المهندس. يعني انت لخصته في هذه النقطه، انه قد يغامر بمشهد يثير ضحك الصالة. لو كان مش بالمشهد كله، مش بالمشهد كله، لو او يعني تفصيله. فتفوته. الافيه يعني. قد يغامر بهذا الافيه في سبيل ان يحافظ على شياكة العمل ونظافة العمل. طبعا طبعا. استاذ سمير خفاجة، ايه الفرق بين عادل امام وفؤاد المهندس؟ مش من زاويه حجمهم كفنانين، انها من زاويه الاصرار والحلم والشجاعة في المواجهة وعبور المآزق، وانت عشت الاثنين. في تقارب شديد جدا بين الاثنين. تقارب اكيد. واكيد عادل استفاد من فؤاد اكيد، يعني احنا كلنا استفدنا من فؤاد، رغم ان احنا جيل واحد، يعني انا وفؤاد جيل واحد، لكن برضو اكيد استفدنا منه. نعم. وحتى بيبقى ظاهر ان في رواياتي اللي مع فؤاد مختلف عن روايات تانية، لانه هو دقيق جدا في عمله، محب جدا لعمله، ملتزم جدا في عمله. ومن حسن حظ عادل انه اشتغل، بدايات عادل كانت مع فؤاد المهندس، بقى ايه بقى اخذ على احترام المسرح والتزام المسرح. نادر جدا تلاقي حد زي فؤاد وعادل، يعني يكاد يكون حاجة واحدة.